سيدي هذه الأزمة بقادم الأيام ونحن نتحدث عن الأسبوع الرابع. أنا متوقع هذا الرد لأني أدرك أن طريق الحل لا تبدأ بما بدأ فيه دولة الرئيس، يبدأ أولا بالاعتراف والاعتذار من الشعب الأردني ومن المعلم عما جرى في 5/9، ثم على بدء حوار مفتوح حول يعني حتى الحكومية خفاوض بجزء يقبل فاص 17. يعني أنت لا تفرض، الحكومة فيها عقلية خلينا نقول استبدادية أو قمعية، بدها تفرض رأيها وكأنها بتصارع مع عدو، هي بتصارع مع شعبك، قاعد أنت بتتفاوض مع شعبك، فاوض مع نفسك، متوافق مع نفسك، توافق أنت وياهم. لذلك أنا يعني كنت متوقع أنه النقابة ترفض، لأنه لأني أعلم أن الاعتذار عندهم مرتبة أولى عن الخطأ، ثم الحديث في العلو هو خط ثاني. وأنا أتوقع أن الحكومة في طريقة تفكيرها العقيمة ستتجه إلى خطوات تعقد الوضع بشكل أكبر، لأن الحلول اللي بتتجه نحو تحقيق مصالح المعلمين غير موجودة في عقلية الحكومة. الحكومة تتجه هايهم فرضوا العلاوي تقريبا منهم حكوها، باعتقادي بعدها ممكن يلجوا لخيارات أخرى، حل النقابة، ممكن يلجوا لإحالة عدد كبير من المعلمين على التقاعد وتعيين جدد. وبالتالي لو فكرنا في هذا الحل، انه لو الحكومه روحت الى 10-15 ألف بدها تدفع لهم مكافآت، يعني ممكن هذا ممكن اداريا، يعني انا بحكي في العقليه اللي بتفكر فيها الحكومه. انا بحكي في العقليه، هذا بدهم مبالغ يمكن حوالي 180 مليون مكافآت، وبدهم رواتب تقاعدي، وبدك تعين جداد برواتب جديده، فبزيد الازمه الوضع المالي للدولي على خلينا نقول لك صعوبه. الحل الثاني، يعني اذا انت حليت النقابه وفكر بحل النقابه، مع مين بدك تفاوض؟ طبعا مع مين؟ مع 130 ألف معلم؟ هذا بيعقد الأمر بشكل أكثر. أنا وجهة نظري أن العملية التعليمية هي ليست كما تقول الحكومة في المسار التعليمي، إنما البيئة التعليمية هي ثلاث عناصر، المعلم والبيئة التعليمية المدارس والمناهج. إحنا عندنا خلل، البيئة التعليمية المدارس عندنا وضعها مزري، يعني في مدارس فيها 60 طالب في الصف، في ناقص 700 مدرسة. يعني ليش هالاهتمام فقط بتدريب الأكاديميات اللي بتصير في المسار التعليمي وتدريب المعلم وعطيه أنا أدربه؟ ومن هو اللي بدربني؟ ما الوزارة عمرها 100 سنة ما فيهاش كفاءة درب، ليش ما يكون المركز يتبع للوزارة؟ ليش ما يكون في مراكز؟ يعني أنا بحكي لما تيجي معلمة من الطفيلة ويطلع لها بكرة دورة في الأكاديمية ولا من الشوبك متزوجة عندها أطفال، بدها تيجي هون تسكن في عمان مع مين؟ أولادها وجوزها وبيتها، صعب. لذلك لازم يكون في مركز تدريب يتبع لوزارة التربية، على الأقل في الأقاليم مبدئيا ثلاث مراكز، جنوب شمال وسط. النقابة أو أيضا لديها مقترح بمركز تدريب. يا سيدي والتدريب، أنت درب اللي بدك تعينه السنة الجاي، جيبوا السنة دربه، واللي عينته جدد دربهم، وظلك درب لما تغطي كل المعلمين. اثنين، بدك تمشي بخط متوازي أيضا في تهيئة المدارس. المدارس مش مهيئة عندنا بالجنوب، طبعاً. لا تدفئة، يعني بتصل درجة الحرارة عندنا بالشوبك ناقص 16، وكمية الوقود اللي بيعطوهم إياها غير كافي، الصفوف بيئتها غير مناسبة للتعليم، اكتظاظ الطلاب في مدارس. هاي اليوم في مدرسة في صوفية، مدرسة شاكر بن جميل أو جميل بن شاكر، 60 طالب في الصف